بتساب واتس رونج ويز، يبقى وات ذا ماتر ويز يو هي نفسها واتس رونج ويز يو، هي كانت برضو بتساوي جملة واتس اب، ما المشكلة؟ عنوان المحادثة ليتس كول ان امبولانس، ليتس كول من العنوان بعرف ان جملة ليتس اللي هي للاقتراح بستخدم بعد ليتس دايما المصدر زي كول، خلينا نتصل او هيا نتصل. وقلنا ان ليتس كول اقدر اسويها بواي دونت وي كول، لما لا نتصل، اللي هي هاو اباوت كولينج او وات اباوت كولينج او شال وي كول. يبقى دي كلها اسمها جمل اقتراح من خلال المثال اللي عندي في العنوان. طب تعالى نروح للمحادثه نفسها بقى، محادثه ما بين ثلاث شخصيات اللي هم مام الام وداد والولد اللي اسمه مارك. الام هنا شايفه جوزها قاعد مش عايز ينزل شغله، فبتقول له وات ذا ماتر جون، وات ذا ماتر جون، مالك في ايه يا جون؟ قال لها اي فيل اوفل. وهنا سيادتك هتبدا تتعرف على الكلمات اللي كانت عندك في الدرس، كان منها كلمه اوفل اللي هي معناها فيري تيربل او تيربل او فيري باد، يعني انا مش كويس. اي فيل اوفل يعني اي فيل تيربل يعني اي فيل فيري باد. ويل يو لوك اوكي، انت شكلك اوكي يعني انت كويس. قال لها نو نو، لا 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 لا، اي فيل تيربل. يبقى عايز يقول لي ان اي فيل تيربل هي نفسها اي فيل افل، بمعنى انا مش كويس انا تعبان. اي هاف جوت اللي هي اي هاف جوت استومك ايك، وهنا بيتاكد على ان قبل الامراض اقدر استخدم جوت اللي هي هاف جوت او هاف. فلو قلت I have a stomach ache هي نفسها I have got a stomach ache، أنا عندي مغص عندي ألم في المعدة. فالولد مارك قال له That's probably because you ate too much chocolate cake last night dad، ربما المغص اللي عندك ده بسبب الكيك اللي بالشوكولاتة اللي أنت أكلتها امبارح يا بابا. قال له No it isn't، لأ. Darling حبيبي عزيزي، بتقول لجوزها when you feel ill، الجملة دي طبعا خد لي عليها سيركل كده زي الشاطر، when you feel ill انت لما بتتعب شوية you always make a fuss، انت دايما بتعمل لنا مشكلة، you make a fuss، بتعمل من الحبة قبة، شوية اي تعب كده بيقولك you make a fuss. هو انا عايز ايه في الجملة دي؟ عايزك تركز لي على تكوينة الجملة اللي هي when او if، when او if اهي، وجالي بعدها فيل اللي هو مضارع بسيط، وجالي بعدها يو ميك افاس جواب الشرط بتاعها اللي هي مضارع بسيط برضه. يعني كده انا شغال الحاله الزيرو، كده شغال الحاله الزيرو اللي هي مضارع 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 مضارع. يبقى وين يو فيل ال يو اولويز ميك افاس. طب ليه هو قال هنا مضارع مضارع ما قاليش ويل ليه؟ لان هنا انا بتكلم عن هابت، عادة، انت عادتك كده، عادتك انك لما بتتعب بتعمل وش من مفيش. يبقى سيادتك اعرف لي تكوينة الجملة دي بترتيبها ده. You are worse than children، ده انت اوحش من الولاد، انت اسوأ من الاطفال. You are worse than the children. فالولد هنا مارك بيقول what؟ بتقولي يا ماما العيال اجمد منه. لا 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 لا، I don't make a fuss if I am ill. I don't make a fuss، انا مش بعمل وش if I am ill لو انا تعبان. ودي برضو اف تاني اهوت معاها مضارع بسيط ومضارع بسيط، يبقى I don't make a fuss when I am ill او if I am ill. Last year مثلا when I broke my leg، لما رجلي اتكسرت I didn't even cry، أنا ما عيطتش حتى. You are right، كلامك مظبوط يا ولد يا مارك. It's 8:15، الساعة 8 وربع يا جون. You will be late for work، You will be late for work، هتتأخر على شغلك. وقلنا هنا أخلي بالي من late for. فبيقول لها work شغل. يا ست أنا بقول لك I have a stomach ache، أنا عندي مغص، أنا تعبان، بطني بتوجعني، أنا مريض.
فبيقول لها ورك. وين مارك از ايل، لما مارك بيكون تعبان يو اولويز ليت هيم ستي ات هوم. لما حبيب مامته مارك بيتعب انت بتقعديه في البيت ما بيروحش المدرسه. وبرضه هنا انا استخدمت وين مارك از مضارع بسيط، يو ليت هيم مضارع بسيط. وما انساش ان ليت مفعول مصدر اللي هي ليت ومصدر، ليت ستي بتسيبيه يقعد في البيت. قولي لي بقى do I have to go to work if I am ill؟ ودي جت في سنة من السنين عندك في الاختيارات. do I have to go to work if I am ill؟ هل أنا ملزم، أنا مضطر أروح الشغل لو أنا تعبان؟ if I am ill ده برضه هنا مضارع بسيط وهنا مضارع بسيط، يعني الحالة الزيرو لحد دلوقتي. قالت له aren't ill، انت ما انتش تعبان. وركز لي بقى في اللي جاي، you are not ill، انت ما انتش مريض. يعني ايه؟ يعني you are، حد يكمل لي. فاين. ماشي فاين شغالة. طب لو قال لي will اللي هي دبليو اي ال ال في جملة الرايت وقال لي يو ارنت ال استخدم لي ويل، هقول له معناها يو ار ويل. يبقى يو ار ويل يعني انت بصحة كويسة، يعني يو ارنت ال انت ما انتش مريض. خلي بالك منها، ارنت ويل ارنت ال ما انتش مريض، يعني يو ار ويل انت بصحة كويسة اللي هي فاين. يعني اي ام، وقصده هنا يقول لها اي ام ال انا تعبان. اي ام I think I've got a temperature too. ده أنا مش مغص وبس، ده أنا كمان عندي سخونية. I have got a temperature. طيب قول لي بقى، shall I call an ambulance؟ shall I call an ambulance؟ let's call an ambulance. يبقى shall I call بتساوي let's call بتساوي why don't we call بتساوي how about calling. جملة اقتراح وقلنا شال بعدها مصدر. ها اتصل لك بالاسعاف؟ لا نو. طيب خلاص ويل، اف يو ارنت ويل، كانت بتقول له من شويه يو ارنت ال، اف يو ارنت ويل لو انت مش كويس، يعني انت تعبان، يعني اف يو ار ال، اف يو ارنت ويل ايل كول ذا دكتور. لو انت ما انتش كويس هتصل لك بالدكتور. I'll call the doctor. وهنا استخدمت اف الاولى اللي هي اف مضارع ويل ومصدر، اف مضارع ويل ومصدر. وهنا اقدر العب معاك بيها في الاسئله في جزئيتين، الجزئيه الاولى اللي هي جزئيه اف واختار، والجزئيه الثانيه كوني اقول لك استخدم لي بقى تقلص، استخدم اف، قول لي بدل لي كلمه ويل بال. يبقى if you aren't well لو انت مش بصحه كويسه، يعني انت تعبان، I'll call the doctor. No, I think I'll feel better. اعتقد ان هكون كويس. I will feel better. هبقى كويس. If I stay at home and rest. لو قعدت في البيت وريحت هبقى كويس. ودي برضو اف الاولى اللي هي اف هي بعدها stay مضارع بسيط وجواب الشرط اهوت اللي هو will feel. I'll feel better if I stay at home. هبقى كويس لما اقعد في البيت. جون بتقول لجوزها تاني you have just got. you have just انت بس عندك. هو كان بيقول لها I have got a stomach ache وقال لها من شوية I have got a temperature. انا عندي مغص وعندي تمبريتشر درجة حرارة يعني سخن. فبتقول له لا 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 انت انتش تعبان. You have got او you have just got انت عندك بس مانديتز. ها مانديتز ايه المانديتز ديت؟ جاي من كلمة مانداي اللي هو يوم الاثنين، والاي تيز دي الاي تيز اللي هو ات از، ما هيش ات از في النطق، هي اسمها اي تيز. مانديتز يعني ايه مانديتيز يا مام؟ قولي لي وات از ذات مام؟ ايه المانديتيز دي؟ يعني يور دادي حبيبي دازنت لايك مانديز، مش بيحب ايام الاثنين.
عايز كل يوم اتنين كده ياخد اجازه يقعد في البيت. يبقى لما اقول هنا he doesn't like Mondays يبقى he has got Mondays، يعني عنده مرض، عنده التهاب من يوم اسمه يوم الاثنين، عنده مرض اسمه مرض يوم الاثنين. I think it's contagious يا ماما، اعتقد ان المرض بتاع بابا ده contagious، معدي. معدي ليه يا مارك؟ I am ill، انا تعبان زي بابا. I can't go to school، مش هقدر اروح المدرسة. طبعا هي سمعت ده وقالت لهم now stop it both of you، بطل انت وهو، and go and get ready، يلا انت وهو البس او اجهز علشان انت تروح شغلك وانت تروح مدرستك. تمام يا شباب، دي المحادثة ودي الجمل الخطيرة اللي فيها اللي ممكن تتكرر في أسئلة الامتحان. هروح الصفحة اللي بعدها، مديني طبعا مجموعة من الديزيز الأمراض، وقلنا طبعا قبل الأمراض كلها هستخدم هاف جوت أو هاز جوت. طيب تعالى لي الجملة زي دي، يقول لي هنا هاف يو جوت ا توثيك، هاف يو جوت ا توثيك، قلنا طبعا السؤال اللي فيه هاف جوت بجاوب عليه بيس اي هاف او نو اي هافنت، جزئية الجزء اللي عندك في تكوين الأسئلة. الجزئية الثانية بيقول لي هنا تعال لي الهوت تيب دي، النصيحة دي أو الملحوظة دي، بيقول لي هنا أنا بستخدم اسم المرض بعد هاف جوت، بستخدم اسم المرض بعد هاف جوت، فأقدر أقول أي هاف جوت أ هيدك أو هي هاز جوت أ سور ثروت. إنما لما أتكلم عن البارتس أوف ذا بادي، أجزاء الجسم زي الذراع أو الفينجر أو الليج، فبستخدم معاها الفعل هيرت، I've hurt my arm أو he has hurt his finger، اتعورت في صوبي أو في إيدي أو في رجلي يبقى اسمها hurt، إنما أنا عندي برد، عندي سخونية، عندي صداع اسمها have got. تعال نشوف العلاج، قولي you need blasters when you hurt your finger، when you hurt finger معناها if you hurt your finger you need بلاستر، انت محتاج البلاستر للفينجر بتاعك. بيقول لي لوك اند يوز، وده طبعا جزء خطير في كل الصفحات اللي هتقابلك، لوك اند يوز استخدامك انت للجرامر اللي عندك في المنهج. لما يقول لي اي دونت ميك ا فاس اف اي ام ال، دي جمله امتحان اهي، اي دونت ميك ا فاس مضارع بسيط، وبرضه هناك بعد اف مضارع بسيط اف اي ام ال، لو انا تعبان انا ما بعملش وش، تعبر عن عاده او حقيقه. اف يو ارنت ويل، لو انت مش كويس دلوقتي، يعني لو انت تعبان دلوقتي اي كول ذا دكتور، والجملتين طبعا كانوا موجودين في المحادثه عندنا، فجايبهم لك هنا ان هم من الجمل المهمه اللي المفروض بيتعمل منهم سؤال الامتحان. If my mom's got يعني has got a headache، لو ماما عندها صداع she takes an aspirin، بتاخد اسبرين. If I've got sore throat، لو انا عندي احتقان في الزور I chew بمضغ لوزن اللي هو حبوب الاستحلاب. اما لما اقول لك if I feel ill next Monday، لو انا تعبت next Monday. If I don't study hard، لو مش بذاكر. If I pass all my exams، لو هنجح في امتحاناتي. If it rains tomorrow، لو الدنيا هتشتي بكرة، في الحالة دي أقدر أستخدم will أو want زائد المصدر، وكده أنا بتكلم عن الحالة الأولى. الدرس الثاني اللي كان بيتكلم عن الكيدنابينج اللي هو الخطف، مديني طبعا هنا دي بسميها النيوز ريدر اللي هي قارئة الأخبار المذيعة يعني، وعندي طبعا هنا الكويني أو القطة كيت الحلوة الجميلة دي بنعلن عنها في التلفزيون إن هي ميسنج، مفقودة، تايهة، مخطوفة، يعني مش الواد أحمد اللي مخطوف، لا ده القطة كيت. بقول أرانزوم أور أريورد، هي فدية ولا مكافأة؟
So, جيلي, what can you tell us? قول لنا جيلي انت عايزه تقولي ايه؟ It will. Two men have kidnapped. ها؟ Have kidnapped a cat. خطفوا القط. So perhaps catnapping is a better word. يعني ده مش كيدنابنج, ما احنا قلنا كيدناب معناها يختطف شخص او انسان. طيب ده القطه اللي مخطوفه, يبقى ممكن نقول عليها احسن كاتنابنج. يبقى كيدنابنج او كاتنابنج, ده اختطاف لقط. is better word. قولي لي when did it happen, امتى حصل الاختطاف للقطه دي؟ it was this morning, النهارده الصبح, at about 7:30, الساعه 7:30. What do the police think? البوليس رأيه إيه؟ كويني the name of the cat. كويني يبقى القطة اللي موجودة قدامك دي, كويني the name of the cat has got an important pedigree. pedigree سلالة, عائلة, دي بنت ناس من أسرة. هي مين؟ كويني الكات. and is very valuable. valuable كمان يعني precious, expensive, مكلفة, غالية. The police think that there will be a request for a ransom. Request for ransom يعني هيكون في طلب لفدية. وهنا الكلمات طبعا request valuable, ransom بدجري, كلمات طبعا انت اخدتها في الدرس. How many people were there? قولي لي الناس اللي كانوا موجودين كم واحد اللي خطفوها؟ There were two men, كان في اتنين. Do you have a description of them? ركز بقى في اللي جاي. Do you have a description of them? عندك وصف لهم؟ يعني قولي لي what do they look like؟ يعني سيادتك دلوقتي لو انا جيت لك في الامتحان وقلت لك حبيبي جملة الرايت do you have description of them وبقول لك استخدم look like, يبقى هتقول لي what do they look like. تاني تاني جملة دي لما اقول لك do you have a description of them معناها what do they look like والعكس صحيح. ادينا وصفهم او قولوا لنا هم شكلهم عامل ازاي. وقلنا طبعا look like بتظهر في السؤال ما تظهرش في الاجابة. The first man is quiet, tall, طويل الى حد ما, and muscular, وكمان مفتول العضلات, قوي. He's very dark with long straight hair, long straight hair, and bushy eyebrows, اللي هو الشخص ده. And the second man, ولنا الرجل التاني, what does he look like? What does he look like? شكله عامل ازاي؟ He's short and very skinny, معضم نحيف. He's got blonde curly hair, fair complexion, حتى البشرة بتاعته شقرة أو fair. And freckles, وعنده كمان freckles, عنده نمش كده, اللي هو الشخص ده. What were they wearing? كانوا لابسين ايه؟ Black leather jackets. Black leather jackets, جواكت جلد, and jeans, وبنطلون جينز. What will the police do now? البوليس بيعمل ايه دلوقتي؟ قلت I'm not sure, but there is a reward. There is a reward. هيبقى في مكافأة of $300,000 from كوينيز فاميلي, أسرة كويني عرض مكافأة 300,000 للي هيدلهم على كويني. Well maybe the kid كاتنابرز, كاتنابرز مختطفين القطة, كاتنابرز المختطفين. Will call, هم اللي هيتصلوا, and ask for the reward, وهيطلبوا الريورد بدلا من الرانزوم. ده الريورد لوحدها مبلغ وقدره. ده بالنسبة للجزء الثاني. يا ريت نكون فهمنا حاجة أو يكون في معلومة انضافت على اللي احنا عارفينه من خلال قراية النص بتاع الدرس ده. على لي هنا ليه جزئية تانية اللي هي سؤال طبعا عن الشخصيات, الشكل والوصف. قبل ما اروح للشكل والوصف اعرف لك الكلمه دهيت اللي هي تانج تويستر. تانج تويستر معناها صعوبه في نطق الكلمه او الجمله او العباره. تانج تويستر يعني حاجه صعبه النطق ما بقدرش انطقها ورا بعضها بسرعه.
يبقى اسمها تانج اللي هو لسان، تويستر تعثر، تعثر في اللسان يعني حاجة ما بقدرش أقولها بسرعة. زي الجملة اللي أنتوا بتلعبوها مع بعض، قول لي كلمة كذا أكتر من مرة ورا بعض كده، تلاقي زميلك قالها مرتين ثلاثة والثالثة بيقع. دي اسمها تانج تويستر. ما أجي هنا لللوكال يوز بيقول لي وات داز هي لوك لايك؟ وات داز هي لوك لايك؟ يجيبها لي ازاي في الامتحان؟ يجيبها لي باختياري. اسألني عن داز، اسألني عن لوك لايك، ده واحدة. أو إنه يجيبها لي في الرايت ويقول لي هي إز شورت أند فيري سكيني، استخدم لي وات. أو استخدم لوك لايك، يعني اسأل السؤال ده هوت اللي هي وات داز هي لوك لايك؟ وات داز ذا بيرسون لوك لايك؟ عشان أقول هي إز كذا، ما بقولش لايك ولا لوك في الإجابة. وات داز ذا بيرسون لوك لايك؟ عشان أقول ذا بيرسون إز تول سكيني أند هاز جوت لونج كيرلي هير. What does he أو she look like؟ عشان تقول لي he is أو she is والوصف بتاعها. How old is he؟ عشان تقول لي he is كذا old. How old is she؟ عشان تقول لي she is كذا years old. وطبعا من هنا رحنا للجزئية الخاصة بتكوين الأسئلة والإجابات اللي كانت عندك في الدرس. سيادتك طبعا لازم تكون عارف يعني ايه age اللي هو السن او العمر، الجوب الوظيفة او السكول المدرسة، the appearance الهيئة الشكل الخارجي، لايكس وديسلايكس اللي هي الحاجه اللي بحبها او ما بحبهاش، انترستس طبعا الاهتمامات اللي احنا بنقدر نقول عليها هوايات هوبز، يبقى انترستس هنا معناها هوبز. ده بالنسبه للي فات. جزئيه الجرامر اللي اتشرحت كان عندك الزيرو كونديشنال وكان عند سيادتك الفيرست كونديشنال. اف الصفريه ههتم كتير بالجمل دهيت، والجمل دي جايبها لي منين؟ اللي كانت في المحادثة، اللي كانت في المحادثة اهيت. والحالة الأولى برضو الجملتين اللي كانوا في المحادثة، تمام 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 يا شيخ. تمام يا سير. حلينا مع بعض الصفحة دي، حصل الناس ترينا. كملنا ده، كملنا الصفحة دي كلمات الناس، حد يرد عليا الناس الاونلاين. كملي يا سما. يا سيد. بيتش فورة حلينا مع بعض في الحصة مش كده؟ وجينا هنا الاف في الزيرو حلينا كام جملة مع بعض هنا صح؟ وحلينا كام جملة في الرايت مثلا. طيب تعالى لي بعد الفيرست كونديشنال، تعالى لي هنا لجزئية بيت 7. بيت 7 بيت 7 نمبر 1 يا سامة. بقول اي يو ذا كار اف يو درايف كيرفولي، حليناها مع بعض الحصة اللي فاتت وقلنا ايه؟ ويلند I will lend، هسلفك العربية if you هنا if you drive carefully. الجملة التانية بقول if you not the old route you will have، if you you will have، هو اداني will يبقى انا محتاج هنا مصدر اللي هو take. take. الجملة اللي بعدها يا سامي if he runs fast، runs fast he will catch. will catch. if she if she يا جانا if she تابز اس طبعا بعد she وهناك بقول له she will. number 5 حبيبة بقول they will win the match if they play if they play، يبقى ده كله الحالة الأولى من اف اللي هي will ومصدر جواب شرط، وعندي بعد اف المصدر أو المصدر بس. نمبر 6 يا سمية بيقول له unless he does his best، لو هو مش هيبذل جهده he سمية سمية يوسف سير. هي بعتت شات. سير هي بعتت شات تقريبا مايك عندها بايظ. ماشي هي جاوبت بتقول وونت. وونت صح؟ وونت صح يا اولاد؟ اه يا سير. وونت صح. نمبر 7
بقول هنا عايزني اختار الرابط واداني she saves money she won't be able to buy. طبعا قلت لك المعنى هو اللي بيحركك في جملة اف، المعنى فهمت المعنى هتحل. بقول she saves money بتحوش فلوس، she won't be able مش هتشتري فستان جديد. يبقى اقول له لو بتحوش ولا لو ما حوشتش؟ unless يبقى unless she saves، لو مش بتحوش she won't buy. قال لي هنا unless you، لو انت مش your parents you will be in critical situation، هتبقى في موقف محرج. طبعا هنا هقول له unless you obey، لو انت مش بتطيع الوالدين. نمبر 9 علي، بقول unless رامي enough money he will have to borrow، هيستلف. has has طبعا بعد unless او if، انا محتاج المضارع اللي هو عبارة عن have او has، وهنا رامي يبقى اقول له has. نمبر 10 يا هاجر، if my sister makes noise I not with her will be I'll be، هزعل منها. نمبر 11 سما، بقول unless she prepares our meals we not be able to eat won't we won't be able to we will not. نمبر 12 حبيبة، بقول if he decorates the class مستر أحمد more marks طبعا هيديله انهين will give him will give him. نمبر 13 يا سامي، unless you study لو مش بتذاكر you will get will get low marks هتجيب درجات شوية. 14 مريم، بقول unless she turns off the light لو هي ما طفتش النور won't be I won't be able مش هقدر انام مش هقدر انام. If he finishes Jana his work early he for a walk he will go for a walk. Number 16 بقول if he hard he will succeed، اداني will ومصدر، هقول له ايه يا علي؟ studies طبعا في حالة if الاولى. حبيبة if he saves money لو بيحوش he a new camera he will buy هيشتري. 18 if هاني he will catch the bus سامي runs اس. نمبر 19 يا سلمى، في سلمى؟ طب سامة، if he takes a taxi he will arrive early she will make a cake if she يلا يا جانا 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 has if she has قلنا بعد if، سواء if في الاول او في النص اللي بعدها المضارع، والمضارع هنا اسمه has. حبيبة بقول he will succeed if he does if he does. سامي بقول رامي a good job if she is far experienced will get والمفروض if he رامي will get if he. number 23 يلا يا علي، بقول he will win the match if he plays if he plays well لو بيلعب كويس he will win. منال will buy a new dress if she سما saves will buy if she saves. اخر جملة عندي يا يوسف، ما حضرتك سيد، بقول if he drives too fast لو بيسوق بسرعة an accident will have he will have an accident هيعمل حادثة. الجملة الأولى في الرايت قلنا he will buy a new camera هيشتري، طبعا خلي بالك إن جمل الرايت هي إعادة للجمل ده، إعادة للجمل الاختياري، إعادة للجمل الاختياري. بقول he will buy a new camera if he has enough money، عايز استخدم unless يا مريم.
unless he has enough money he won't buy a new camera. كلام جميل. يبقى unless طبعا قلنا هنخلي بالنا هو طالب منا unless الكابيتال ولا السمول. هو طالب اف الكابيتال ولا اف سمول. دي حاجه. حاجه تانية، اتفقنا ان اف اللي منفيه بتساوي unless. طب ده هو بيقول لي هنا if he has enough money he will buy. طب لو قلنا unless he has، يبقى unless he has enough money he won't buy. unless he has he won't buy، لو معهوش مش هيشتري. الجملة التانية يا علي، بقول they won't go for a walk أو for a swim unless the weather is fine، لو الجو مش ها هقول ايه they will go for a swim if the weather is fine. if the weather is if the weather is. الجملة التالتة يا سامي، بيقول له unless he runs fast he will miss the bus. استخدم اف كابيتال. if he runs fast he won't miss the bus. كلام جميل. هنيجي هنا وقت ونقف شويتين كده، هنقف هنا شوية تمام. معنى الجملة اللي قدامي ايه؟ بقول unless he runs، لو هو مش بيجري بسرعة he will miss the bus. لما يدهاني في الامتحان ايه الحل اللي اكتبه؟ طبعا كل الحلول اللي سيادتك هتقترحها اوكي، ولكن في حل، المفروض في حاجه اسمها نموذج اجابه. طيب الحل الاساسي عندي ايه؟ الحل الاساسي ان احنا اتفقنا عشان اساوي اللص باف يعني قول لي اف المنفيه. يلا اديها لي كده باف المنفيه يا احمد يا سامي الاول. ايش يا سير؟ اف المنفي يعني اف نوت. ايوه. اف نوت هي رانز لا فاست انا بقول اف نوت نوت هي اسمها ران فاست اف هي انفيلي رانز انفرانز. اف هي دازنت ران فاست ايوه كده هي نفس ويل ميس ذا باس. جواب الشرط واحد، يعني الجواب الشرط دي كده هتبقى اساسيه مش هغير فيها. طالما انت هتساوي لي اللص باف، النص التاني واحد زي ما هو، مفيش تغيير هنا، كل التغيير كان عندي في الشطر الاولاني. انت قلت لي ايه؟ اللص بعدها فعل مثبت بيساوي اف اللي بعدها فعل منفي. تاني كده اللص المثبته لان هي نفسها نافيه بتساوي اف اللي بعدها نافيه. يبقى اذا لما اقول اللص رانز لو ما جراش مش هيلحق، وهنا برضو بتساوي اف he doesn't run fast he will miss the bus. حل تاني اللي انت قلته في الاول بقى اوكي برضه، اللي هي يا سيدي انا كتبت if he runs fast لو هو بيجري بسرعه. كمل. he won't miss the bus. he won't miss. واحد تاني هيقول لي he will catch، وانا لو قلت he will catch مش هتساوي he won't miss، مش هيضيع هتساوي القطر او الاتوبيس يعني هيلحق الاتوبيس. يبقى اذا عندي اكتر من حل، ولكن اشتغل على المعنى الاول، اشتغل لي على الحل اللي هيديني نفس المعنى اللي في الجمله. فلما اقول unless he runs معناها if he doesn't run، وبقيت الجمله زي ما هي. جمله نمبر 4 يا سما. سما حضرتك ازيك؟ بيقول لي if they mend the car لو بيصلحوا العربية they will travel. عايزها unless بقى. unless they mend the car ها؟ they won't travel to بس Korea. كده they won't. جملة نمبر 5 يا جانا، unless he reads a lot he won't gain information. استخدمي لي if. if he reads a lot he will get information. تمام. he he will will gain he will gain information. information. تمام. انت اشتغلت لي اف العاديه وقلت he will gain لانك عكست الفعل هنا. طب انا لو حبيت اقول doesn't read عشان اساوي unless، يبقى عايزك تقولي لي هنا if he doesn't read. تمام. يبقى if he doesn't read a lot والجمله الثانيه زي ما هي. تمام. تمام. جمله نمبر 6، he won't race unless he trains well. مش هيدخل السباق